الفنان فاتيس كوني جيتاريست ورئيس جمعيه البجه. وانا موسيقى بديتو 1994 كنت نقرا شويه جيتار وكنا à partir de 96 ça est un musicien professionnel عاد شغلت. وهي جمعيه عدلت 2009 مع اصحابي قدمناها بالحسنان هون عند ياسمين الشباب كانوا يجونا عصرا شو دار يقرا معايا جيتار قلت انا لابد شو مع اصحابي نعدلوا جمعيه كان اود المدرسه تم قرب يترك الموسيقى بعد فتره كيجوا من كل بلاد معنا اجنبيين ومواطنين يجوا يقراوا معنا موسيقى وجمعيتنا هذا من 2017 خاضوا هون ياسمين البناني كيف تيتشر عبد العزيز صار كيف جابدو احمد صبار ياسر تذكر قعدوا ان شاء الله فنانين كبار وفنانين الشعب ان شاء الله. ايوا هاي المكان ما قرتنا احنا سميناه سنيكر سنيكر قال بولوف دارنا اصلا كان يجينا لا اجنبيين صاره وقت عاد يجينا ياسر من خرق موريتانيا ومولي اجنبيين من افريقيا ان شاء الله بري يجون يقراو يقراو مولي كابدو موسيقى خالصه واحدة يخلصوا خالك شباب ودماء وعندهم باش يكبر نقرب نحن نخبو وان شاء الله لا توفيق دائما نعدل شي من الدوسيي ونطرحهم شور وزارة الثقافة خير دور باب كان يدعمونا ان شاء الله ونزلتمو اللي لانقصهم كان يدعموا الجمعية ان شاء الله وشاكركم انتم العربية ميرسي دبني مباراة.